عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. خلونا نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفروعه وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة نورهان طمان. نورهان موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. نورهان صباح الفل عليكي وحمد لله على السلامة، وكل سنة وانت طيبة، وتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وصباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. كل سنة طبعا وانتم طيبين بمناسبة الأعياد وعيد الأضحى، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية يا كريم إن شاء الله كده نكون كلنا راجعين من عرفات بإذن الله، وسنة سعيدة إن شاء الله على كل جمهور النادي الأهلي. احنا هنا طبعا من مقر النادي بالجزيرة زي ما عودناكم نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار اللي تخص النادي الأهلي، ولكن خلينا أقول لكم إنه في الساعات الأولى من صباح اليوم زي ما عودناكم او زي ما عودنا كمان العاملين هنا من داخل مقر النادي بالجزيره ان هم يستقبلوا اعضاء النادي الاهلي بكل ترحاب وحب، وايضا العمل يعني مستمر على قدم وساق لاستقبال الاعضاء. الساعات الاولى من صباح اليوم طبعا الجو الى حد كبير طبعا جميل هنا في النادي، والاعضاء يعني اللي متعودين ان هم يكونوا متواجدين في الساعات الاولى من صباح اليوم بعيدا عن طبعا الاعياد وبعيدا عن اي حاجه، هم متواجدين وبيجوا ويكونوا حريصين طول الوقت ان هم يجوا النادي هنا في الساعات الأولى من صباح اليوم. نروح بقى للفريق الأول لكرة القدم، والنهاردة المباراة الهامة أمام فيوتشر إن شاء الله والمنتظرة في الثامنة والنصف مساء على استاد السلام في الجولة 24 من بطولة الدوري العام. نادي الأهلي يعني طبعا مستمر وبيسعى لحصد اللقب طبعا الغائب، ولكن خلينا أقول لكم أنه يمكن في التدريبات الأخيرة مستر كولر كان بيحذر اللاعبين من أي تهاون في المباريات القادمة. يمكن طبعا احنا شايفين نجاحات كبيرة بيقدمها مستر طبعا مارسيل كولر مع الفريق بعد طبعا تحقيق دوري أبطال أفريقيا الغالي، أو طبعا اللقب الغالي على حساب الوداد زي ما شفنا. كمان خلينا أقول لكم أنه يمكن بطولة الدوري يمكن متبقي فيها 8 مباريات وثلاث مباريات 8 مباريات بشكل عام على انتهاء البطولة، وثلاث مباريات فقط لتتويج النادي الأهلي. كمان خلينا أقول لكم أن مستر كولر تحدث في النقطة دي تحديدا مع اللاعبين وقال لهم أن كل مباريات مهمة، وان هم ان هو كمان حريص على انه ينهي هذا الموسم ان شاء الله في بطولة الدوري بعد ما نحقق اللقب باذن الله انه يكون موسم بلا هزيمة. نادي الاهلي متصدر جدول المسابقة ب 68 نقطة بعد ما خاض 26 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 ولم يتلقى اي هزيمة. طبعا كمان عايزين نقول لكم او زي ما انتم عارفين النادي الاهلي بيشهد الموسم الحالي اقوى خط هجوم ب 51 هدف سجله النادي الاهلي، واستقبلت شباكه 7 اهداف ايضا اقوى خط دفاع. كمان خلينا نقول لكم ان يمكن مستر كولر يعني اطمئن او يمكن كان بيستفسر على حاله الثنائي عمرو السوليه ومحمود وتولي في الساعات الاخيره وقبل مباراه اليوم. يمكن كمان هم طبعا المتوقع ان شاء الله ان يمكن الجهاز الطبي اخبر مستر كولر ان هم في منتصف الشهر الجاري ان شاء الله هيكونوا جاهزين بدنيا. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن طبعا في كمان امر مهم جدا مستر كولر تحدث فيه مع اللاعبين، يمكن موضوع الثلاثيات شفنا في المباريات الماضيه، ويمكن مستر كولر نجح ان هو يسجل باسمه العديد من الارقام القياسيه وابرزها طبعا الثلاثيات اللي حققها مستر كولر مع النادي الاهلي منذ طبعا تولي قياده الفريق. واللي يمكن كمان خلينا اقول لكم انه يمكن حوالي 9 مواجهات في الدوري العام حقق فيها مستر كولر الثلاثيه نظيفه امام منافسيه، ابرزها كانت امام الزمالك وامام بيراميدز. يمكن سموحه فقط اللي قدر يسجل هدف وحيد في شباك النادي الاهلي في مباراه انتهت ايضا بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد. وفي دوري ابطال افريقيا مستر كولر والنادي الاهلي نجح ان هو يحقق 4 ثلاثيات، كانت اخرها طبعا امام الترجي التونسي بثلاث اهداف نظيفه زي ما قلنا لحضراتكم. اما بقى يمكن طبعا حابين يعني نبارك ايضا هنا من النادي الاهلي المنتخب مصر طبعا بعد فوزه امس على الجابون بهدفين دون رد يبلغوا نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية طبعا المنتخب الأولمبي اللي مشرفنا وهيواجه غينيا إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل، ويكفي إن شاء الله الفوز في المباراة القادمة لمنتخب مصر إن هو يصل أولمبياد باريس طبعا القادمة. وكمان بنبارك لنجمنا نجم النادي الأهلي حمزة علاء حارس مرمى الفريق إن هو قدر يحقق الكلين شيت في الثلاث مواجهات الماضية. طبعا منتخب مصر يعني يمكن في صدارة
صدارة مجموعة أو بعد فوزه أمس أصبح في صدارة المجموعة بسبع نقاط. كل توفيق وكل يعني الأمنيات الطيبة لمنتخب مصر إن شاء الله في المباراة القادمة. وعلى ذكر بقى المنتخبات، النهاردة أيضا ناشئي وناشئات تنس الطاولة طبعا في ضربة البداية في بطولة أفريقيا اللي بتستضيفها المغرب أيضا، ويبدأ مشواره إن شاء الله النهاردة في البطولة اللي بتستمر حتى 8 يوليو الجاري. كمان خلينا نقول لكم أنه في كأس العالم للسلة تحت شباب تحت 19 سنة النهاردة منتخب مصر هيواجه مدغشقر، وأيضا طبعا بيضم لاعبين من النادي الأهلي. كل توفيق لمنتخب مصر ولاعبي النادي الأهلي. أيضا طبعا في مباراة اليوم اللي هيكون لتحديد المركز الـ13، يمكن منتخب مصر كان فاز في المباراة الماضية على لبنان نتيجة 78 لمقابل 77. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. شكرا لكم جدا، وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. إحنا اللي بنشكرك على هذه التغطية المتميزة، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة نورهان طبان، ومرة تانية كل سنة وانت طيب. شكرا لك يا نورهان.